السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم المقادير والطريقة ديال تشوروس أو خرينغو بلا بيض بلا زبدة، وكيجي زوين بزاف، مقرمش خاوي من الداخل ومقرمل من على برا. وغنشارك معكم حتى لاصوص اللي غنرافقو بها، وندوزو مباشرة للمقادير. هنا بالنسبة للتشوروس عندي 4 كاس ديال الزيت، 50 غرام تقريبا، 2 كيسان ديال الماء المعادي من الروبيني، 1 سكر فاني، وطريقة الملحة، وعشق ديال السنيدة. وغنخليوهم حتى يغلاو مزيان فوق من العافية. هاو ما غلاو عاد، باش غنزيد 2 كيسان ديال طحين صالح لجميع الاستعمالات، فورس عادي، وكنخلط بالفوي مزيان مزيان، صافي، وكنطفي العافيه، ما كنخليش العافيه عليها، صافي. وهنا كناخذ واحد سباتول ديال العود باش تعاوني على الخدمه، سينو اللي بغى يديرها هذه المرحله بالعجانه طربوها بالعجانه. صافي، كنبقى كنحرك مزيان مزيان باش ما يبقاوش ليا تكتلات ديال الطحين ولا شي حاجه ديال الطحين. صافي، كنبقى نخدم مزيان بهالطريقه، راه سخونه العجينه كتكون. وهنا الا عندكم لابوش ديال الثوب راه هي اللي كتصلح. انا راه كيف ما غتشوفوا راه غتحل ليا هذه تميكه وكتكون سخونه، ما كتقدروش تخرجوا بيدكم. هنا غناخد الطاوة فين غنحط وغنبدا نخرج. كديروا داك البوق اللي فيه السنينات، واللي عنده الماكينه هذيك الماكينه ديال الحديد اللي كنديروا بها حلوات الماكينه، حتى هي راه هي باش كيخدموا هاد التشور. صافي، هانتوما كما شفتوا راه تقطع ليا، غنعدي غير بهذا ديال ميكا. واحسن واحد راه هي لابوش ديال التوب، راه كتخدموا بها كل شيء، كتخدموا بها هاد التشورو، كتخدموا بها لا كريم، كتخدموا بها مزيانه وبخاتيك في هذا عمليه، ماشي بحال هاد الميكا لا كثرتوا عليها راه كترتق. صافي، انا غنبقى نحاول معاه غير بشويه بشويه، كنخرجهم هكا طوال ونقطع بالمقص، حيت العجينه كتكون قاصحه هاد العجينه ديال التشورو. هنا غندير هاد الدويورات، حاولوا لي زيكستريميتي لصقوهم مزيان باش ما يتحلوش ليكم. انا راه في القليان تحلوا ليا هاد المدورين، ما وركتش عليهم مزيان. صافي، غنكمل العجينه اللي عندي كامله بهالطريقه، راه كتعطي كميه مزيانه. وغنخليهم واحد 30 دقيقه حتى كيقصحوا لينا شويه. هنا غنخدم معاكم هذا سميتها لاصوص ديال الشكلاط. عندي كاس ونص ديال الحليب، عندي معلقه ديال السنيده، وهنا انا درت الكاكاو فيه السكر، اللي دار كاكاو مسوس يدير نص كاس السنيده. وعندي معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندي واحد السكر فاني، كتجي زوينه هاد لاصو الشوكولا، تخدموها لهادو تقدروا تغطيو بها لي كيك ديالكم. هنا غنزيد 2 معالق معامرينش بزاف غازي ديال النشا، اللي ما عندوش نشا يدير الطحين. صافي، وكنبقى ما كنحيدش يدي على التحريك بالفوي حتى كتقال ليا هذيك لاصوص ديالي. غنزيد واحد معلقه كبيره ديال الزبده تقريبا 30 غرام، وهنا غنزيد واحد 50 غرام ديال الشوكولا نوار باش كنعزز داك لوغو ديال الشكلاط. اللي ما بغاش يدير الشكلاط ما يديروش فيها، غير هو كيجي لوغو زوين. صافي، غنكبهم في اون سوسيير بحال هكا و جو ريزيرف. صافي، هنا خليت هذوك تشورو كما قلت لكم كينشفوا لينا مزيان، خصهم يقصاحوا قد ما خليتوهم ينشفوا راه مزيان. انا خليتهم غير 30 دقيقه، درت واحد المقله فيها الزيت، خصو يكون حامي مزيان الزيت. صافي، وكنديروهم يطيبوا حتى كيتحمروا لينا مزيان مزيان،
وكي ياخذوا واحد اللون ذهبي من لي كوتي كاملين. كنبقى نقلب فيهم بحال هكا حتى كي ياخذوا لي داك اللون مذهب. هانتوما كيفاش كيجيو. صافي وغنكمل القليان ديالي كامل، وراه كيجيو مقرمشين وكيجيو خاويين من الداخل، وواحد القرمشة زوينة من الفوق. انا غنخلي لكم الفيديو سمعوا. انا هنا غنسمعكم التقرميشة ديالو. شوفوا سمع التقرميشة كيفاش كتجي. راه كيجي مقرمش مزيان. هانتوما هادو راه تحلو. شوفوا كيفاش كتجي. سمعوا ليا التقرميشة كيجي خاوي من الداخل. بالصحة والراحة.